نحن حتى الآن نواجه الأعداء الداخليين جوه مصر من الثورة، لكن يوم ما هتنتصر الثورة المصرية وهتبقى خلاص على مستوى الظفر بالسلطة في مصر وإسقاط الحكم العسكري والمجلس العسكري، سوف نواجه بتدخل عسكري مباشر من الصهيونية ومن الإدارة الأمريكية ومن بعض الأنظمة الديكتاتورية العربية. ليه؟ لأن احنا دور أمريكا وإسرائيل والسعودية ودول الخليج هم بيساعدوا الداخل على إنه يجهد الثورة المصرية، على إنه يحولها لسكة إصلاحية. لكن لو الثورة المصرية قامت وخلاص هتستلم السلطة، لازم هتواجه بتدخل إيه؟ تدخل عسكري مباشر. دي مصالح أمريكية، مصالح صهيونية في المنطقة. لو مصر قامت وانتصرت ثورتها، هتنتصر الثورات في كل البلاد ايه؟ العربية. يبقى معناها الإطاحة بآل سعود وبآل الصباح وإلى آخره. وبالتالي لازم الركيزة تبقى ركيزة قوية.